لا لا قريب جدا هتسمعي خبر خير، ما تقلقيش. لا ما تقلقيش، عيب. ايه يا معلم؟ لا حول لي الفلوس يا باشا وانا هبعت لك البضاعة. تمام يا معلم، تمام. سلام سلام. بضاعة ايه اللي هتجيلك يا ممدوح؟ خير؟ بتكلم ايه في التليفون؟ مش واجب علينا لما نخش البيت نخبط على الباب؟ هستأذن وانا داخلة اوضتي؟ امال ايه؟ ابنك ضيعتيه من زمان، انا ضيعته؟ ابنك انت ضيعتيه من زمان. ليه؟ ده انا اللي جايبه له الشقه وانا انت اللي فاكره يوم ما مجوزاه. جيت لك هنا وكل حاجه شقه؟ انت كل ما تتكلمي انا اللي جايبه له الشقه وانا اللي مجوزاه وانا ما حدش بيخسر له، وانا الفلوس مش كل حاجه يا ماما. انت ضيعت ابنك من زمان يا عمي. خير يا دوحة؟ يا عم انا جبتك يا عم عشان كده ما رضيش ربنا. في ايه بس بالراحه؟ امي عايزه تجوزني بنت اختها، ودي مش هينفع يا عمي. انا حاجه انا مش حاببها، هنعيش معاها ازاي؟ ده جواز يا عمي. طب مالها بنت اختها؟ مش هتنفع معايا يا عمي، مش عيشتي ومش طول. ومعنى ان انت جبت عمك يعني ان انت هتقنعني ان انت متتجوزهاش؟ ان شاء الله يا امي. ما ان شاء الله هتتجوزها برضه. لا شايف يا عم الكلام؟ بالراحه يا حاج، بالراحه، مش كلها مش بالعافيه اصلا يا امي. هو انت عشان عمه هتحكم عليا ان انا ما اتجوزش ابني؟ هو انا بقول لك ما اتجوزهوش، هو جاي بيقول لك انا مش عاوز دي. مش عاوزها ليه؟ مالها رضا؟ بتساليه هو؟ بتساليني انا؟ مش عايزها، انا مش عايز اتجوزها. انت عارفه انا عايزني اتجوز مين؟ هتتجوز اللي انا عايزاها. فهمت؟ انا شكلي كده مش هينفع معاه طريقتك دي. خليك شاد يا عم على اللي هي بتعمله. انا سايب لك الدار وماشي. يا ممدوح، يا ممدوح صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كل حاجه بالاتفاق، بالخناق الا الجواز بالاتفاق. ما تظلموش عشان ما ترجعيش في يوم من الايام تتعب انت وهو. بنت مؤدبه وزي القمر، انت عندنا زي وعياشه، هيعوز ايه اكتر من كده؟ طب نعمله ايه؟ اصل دي مش لبس هتلبسه له ليه على مره ويروح بيه حاله، او اكل هياكلها. ده عيشه وحياه، وهيبقى في بعد كده خلف وعيال واللي واللي والكلام ده كله. وانا هجيب له حاجه وحشه؟ ما تخصبيش عليه، ده شاب صغير. لا هيتجوزها، يعني هيتجوزها. اه مصممه. يعني انا برضو مش راي عندك؟ لا ديك راي انت فوق دماغي، بس برضه هيتجوزها. برضه مصممه؟ هيتجوزها ان شاء الله. هتيجي في يوم من الايام هتتعبي. هتعب ليه؟ لما تجيلي واذا اتفقوا مع بعض يبقى زي الفل. لما تجيلي في يوم مش هنقدر نعمل معاكي حاجه. انت حره، انت صاحبه التصرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عايز اتجوزها. لا هتتجوزها، كلام انا اللي هيمشي. مالها البت؟ هو حاطط حاجه في دماغك بقى؟ انت حر، هتتجوزها برضو. تعمل ايه يا حلوه؟ يعني هكون اعمل بايه يا خالتي؟ انا قاعده قدام النت 24 ساعه بسبب ابنك واسلوبه اللي معايا زي الزفت. ان دول ما كانش عايزني ولا ايه؟ ما اعرفش. يا بت اكسبيه يا بت، يا خايبه أكسبه. يا خايبه اكسبيه، ده انا اللي مختاراكي ليه؟ ما ده العمل اللي انا بعملها معاه دي في الاخر تقول اكسبه. ايوه اكسبيه يا ساتر. اهو جه اهو. اسكتي يا ساتر. ولا سلام ولا كلام. سلام. الولد ده تعبان بقاله قد ايه؟ بقول لك انا عايز اكشف على الولد. اللي يشوف وش رضا يبقى فيه سلام. زي سلام يا سلام. ايه؟ انا من يوم ما اتجوزتها ما شفتش يوم عدل يام. يا ولا يا ولا، اما اتعامل بني ادم كويس اكيد هتعاملك كويس. هو انت مغصوب على الجوازه السودا دي؟ والله مغصوب يا اختي، وقايل لك من يوم ما اتجوزتي. وقايل لها؟ ايوه قايل لها. ينفع كده يا خالتي؟ يعني خلاص ما اتفقتوش سوا بعد العيال دي؟ ممدوح بيحبك، ممدوح بيحبك، فين الحب اللي ممدوح بيحبه لي يا خالتي؟ انت عارفه ان انا متجوزه عشان خاطرك، انت عارفه كده وقلت لك. طب خلاص وحصل، خلاص يبقى نعمل بعض ما يرضي الله. حاولت اغير من نفسي مش عارف يام، دي واحده ما اتعش معاها، ما عرفتش اقلمها زي ما انا عايز. نسكت. نحط في بقي جزمه ونسكت عشان خاطر وجزمه ليه؟ ما تعيش بقى وارضى بحياتك بقى. ياما قايل لها انا عايزه 1000 جنيه. عايزه فلوس اربع، بديها فلوس ما بتشبعش. عايزه 1000 جنيه عشان كان عبايا عجباني، عايزه اروح اجيبهم. اللي هي انت الحته دي بتاعت عباياتك. عايزه عبايات، عايزه فساتين، عايزه تخرج، عايزه تمسك التليفون 24 ساعه. هي دي اللي عايزاها. تدلع عليك. مالهاش تدلع عليك. عايزه تعيش وتشوف بيتها، تقعد 24 ساعه اللي انحرق ياما. هي دي عيشتي. سامعه؟ انا ياما العيشه دي مش هتنفع معايا. تشوفي لها حل عشان اجيب ولا اجيب اهو. ويا عالم بالدنيا لو مت ولا رحت فين؟ يا عم امشي بقى، اتسرع عليك. انت طب تحصلي ماشي وسيبها لكم. اتسرع عليك. وبعدين هو انت يا خالتي غصب ممدوح على الجوازه دي يا خالتي؟ ما هخصبه ليه وهو صغير؟ ما كلام اهو يا خالتي، جبت عمي وما جبتش عمي. وبعدين ما اكسبيه، مش عارفه تكسبيه؟ ولا كذبه ولا منيله يا خالتي، انا داخله نايم الولا. خيبكم انتوا الاثنين، ومش عارفه راضي مين ولا راضي مين. ما انا فعلا عملت كده. الله يخيبكم يا بعده. ايه يا بابا عامله ايه؟ والله يا بنتي انا ما عارف اعمل ايه في الورطه اللي امي حطتني فيها دي.
انت عارفه بقى ان امي بتصرف بقى والفلوس كلها معاها وهي اللي عامله الشقه وكل حاجه، وانا الاول خالص ما كنتش موافق على الجوازه، بس هي اللي غصبت عليا. هعمل ايه طيب؟ انت اللي في القلب. لا لا، قريب جدا هتسمعي خبر خير، ما تقلقيش. لا ما تقلقيش، عيب. ايه يا معلم؟ لا، حول لي الفلوس يا باشا وانا هبعت لك البضاعه. تمام يا معلم، تمام، سلام سلام. بضاعة ايه اللي هتجي لك يا ممدوح؟ خير؟ بتكلم ايه في التليفون؟ مش واجب علينا لما نخش البيت نخبط على الباب؟ هستأذن وانا داخلة اوضتي؟ اه. بتكلم مين في التليفون يا ممدوح؟ بكلم واحد عشان الشغل. بتكلم واحدة؟ لا، واحدة ايه يا بنتي؟ هو انت كل حاجة بتكلم واحدة؟ واحدة ايه؟ بكلم الراجل عشان يبعت لي الشغل. واحدة خليك كده، كل ما اكلمك تقعد تزعق، ما هاخدهم بالصوت اللي يغلبوكوا. ما تقعديش تقولي بالصوت ومش بالصوت، انا لو بكلم واحده مش هخاف منك، وانت عارفه ان انا ما كنتش عايزه اتجوزك. ماشي يا ممدوح، انا هشوفك عايشه معاكي. انا زهقت من عيشتك يا باي. واحده اكيد طبعا، بكلم واحده. امال اكون بكلم مين؟ انت مش بحبك ومش بطيئك. حبيبتي اللي في القلب بكلمها، هكلم مين غيرها يعني؟ كده يا ممدوح، بقالك يومين ما تجيش البيت ورن عليك تليفونك غير متاح. ماشي يا ممدوح، اهي ماما جت اهي. اللي انا سامعاه ده ما سمعتش. شفتي ممدوح ابنك سايبني البيت بقاله يومين وما بيجيش البيت وبرن عليه تليفونه غير متاح؟ بقاله يومين وما قلتليش. اعمل ايه طيب؟ انا قلت ممكن يكون اتاخر، ممكن يكون عشان انا وياه تعاركنا مع بعض في مره كده ان هو هيطلع النهارده وهيجي بكره، لكن ده بقاله يومين. ايوه يا ماما، يومين. واتصلتيش بيه ولا اي حاجة؟ بتصل بيه بقول لك يا ماما غير متاح. طب هنعمله ايه؟ هنتصرفه ازاي؟ في رسالة وصلت، ثواني. في ايه؟ يا نهار اسود، في ايه؟ شوف ممدوح ابنك كاتب ايه؟ كاتب انا سبت البيت وطفشت منك ومن عمايلك عشان امك. سامعة؟ انا هكلم ابنك. عمو سابني البيت ومشى عشان اتجوزتي غصب عنه. ده جوزاتي. طب احنا هنعمل ايه؟ عمو. انا هجيب التليفون واكلم عمو. طيب ماشي خلاص. يا لهوي يا ممدوح، تسيبني انا وتمشي يا ممدوح؟ طب وابني؟ مين اللي هيربي ابني ومين اللي هيصرف عليه؟ ماشي يا ممدوح، ما كنتش اتوقع منك كده والله يا ممدوح. ثواني ثواني، جوزها غصب عنه ليه يا ماما؟ ليه كده؟ غصب عنه ليه؟ يسيب ابني ويسيبني كده ويمشي؟ اي حاج محمد، الله يسلمك. مفيش، بس انا عاوزك تجري ضروري. لا لا، بس تعالى. مفيش حاجه، تعالى انا عاوزاك. مش متوتره ولا حاجه، بس تعالى عاوزاك بسرعه، بالله عليك بسرعه. تسيبني ممدوح وتمشي؟ اه، يبقى اللي انا سمحته صح. ممدوح كان بيكلم واحدة في التليفون وبقول لها قريب هتسمعي خبر كويس. انا ابني مش بتاع كده. طيب ماشي، قولها انت اللي في القلب وانا كنت بحبك انت. الجرس بيرن. ابني تلاقيه عمه، ولا يمكن يكون هو. يا رب يا رب طمني، يا رب يا رب انا ما عملتش حاجة وحشة، انا جوزته بالحلال يا رب، حتى لو غصب. فيها ايه؟ ما البت زي الفل. اتفضل يا عم محمد. السلام عليكم. السلام وبركاته. خير؟ في ايه يا ممدوح؟ خير. يا بنتي في ايه؟ عادي. ممدوح ساب البيت وماشي يا عم. ازاي انا ممدوح ساب البيت وماشي؟ معرفش، لسه بعت كل بقاله يومين بيقول لي علشان انا اتجوزتك غصب عني، ما كنتش عايزك اصلا. ازاي يا بنتي الكلام ده؟ هو كده يا عم، معرفش بقى. يعني انت بعد ما اتجوزت وخلفت برضه ساب لك البيت ومشي؟ ايوه ساب البيت ومشي. ابنك فين؟ معلش. ها؟ بتقول لي بقاله يومين. يومين؟ انا معرفش، انا لسه عارفه دلوقتي. قلت اتصل بيك. فين انت؟ ابني؟ ابني جوه. طب عايز نشوفيه كده، بص عليه وتعالى. حاضر. هو على طول بيكلمك ويفضفض معاك، ما تعرفش هو راح فين؟ عارف صح؟ عارف ايه؟ امال ايه؟ ابنك ضيعتيه من زمان. انا ضيعته؟ ابنك انت ضيعتيه من زمان. ليه؟ ده انا اللي جايبه له الشقه وانا اللي مجوزاه. فاكر يوم ما جيت لك هنا وكل حاجه شقه؟ انت كل ما تتكلمي انا اللي جايبه له الشقه وانا اللي مجوزاه وانا ما حدش بيخسر له وانا الفلوس مش كل حاجه يا ماما. انت ضيعت ابنك من زمان. ضيعته يوم ما إيه؟ غصبت عليه في الجوازه دي. مفيش بني ادم من غصب عليه، اصل مش قميص هيلبسه ولا تيشيرت هيلبسه ويروح بمشوار ويرميه، ده جواز وعشره، ما عادش فيه بالطريقه دي. ما خلف الحاج وكان عايز. خلف
خلف، لا هو مرتاح ولا هي مرتاحة، وانا عندي علم بكل شيء، وفي الاخر ضيعت ابنك. ده ولا بقى على ابنك. انت عارف مكانه مش كده؟ والله ما نعرف، ولو نعرف انا هنجيلك ولا نقولك كمان هتسيبه ليه مشي اساسا؟ عارف مين؟ قولي لي انت زغال انت اللي انا عليه وجايباني، نعرف منين؟ ابنك ضيعتيه، انت ضيعت ابنك باللي انت عملتيه فيه عشان تخصب عليه، ما الواحده فيكم بتدورني عايز اتجوز تستر ابني بس بتدور على حتة هي الاول، ناخد بنت اختي، ناخد بنت عمتي، ناخد بنت خالتي، ما بتدورش على العقبات بعد كده. وكنت عايز اعيش سعيد برضه. طب فين السعاده؟ وقال لي قدام مني وجابني وقال لك يا اما انا مش عاوز دي، مش هنرتاح معاها. طب يا حاج رجعهولي وانا هسيبك. طب فين وانا ارجعه؟ فين؟ هو بيتكلمك على كل حاجه. هنجيبوه ولو ربنا سهل حال عرفنا نجيبوه، بس ان شاء الله هكون متجوز جوازه ثانيه. وانت بقى ومين يبغي متجوز الاثنين؟ الاثنين. وانت عشرة العمر. انت عشرة العمر. طب عشان خاطر مشيتي بدماغك ونقول لك تقول لي ما حدش بيخسر لي حاجه، ما حدش بيعمل لي حاجه، ابني انا عايز اتجوزه وبنت خالتي، اديك جوزتيه. جواز مفيش غصبانيه، كل شيء بالخناق ما عدا الجواز بالاتفاق. انا وانت هيتفقوا بعد كده وهيعيشوا سعادة. اتفقوا فين؟ محدش. النهارده عشان تخصيب على عيل النهارده مفيش الكلام ده كله. الاول دايما قول لي الحل يا حاج. الحل ربنا سهل، حنا ندور عليه انا هنطلع ندور عليه ونشوفه، وانت دوري من ناحيتك وشوفي، وحاجه بقى على بيتك ورب الولد اللي معاك دي ورب البيت وشوف هتعمل ايه. بننصح كل اب وكل ام، اوعى تخصب على ابنك او على بنتك في شيء، في الجواز بالذات اي شيء ممكن، اما الجواز لا. اديكوا شفت النهايه ايه.